بتاعتي ليكم النهارده هي عن الشبع. الواحد بيحس بالشبع بعد بداية الأكل بعشرين دقيقة. النقطة دي مهمة جدا علشان دي هتساعدنا على ان احنا نقدر نخس بشكل صحي. ومجرد ان احنا هنبتدي اي وجبة بحاجة بسيطة زي شوربة او سلطة او الاتنين ورا، يعني شوربة والسلطة مع بعض بس يكونوا قليل الدسم وما فيهمش سعرات كتيرة، هنلاقي نفسنا تلقائي على ما نبتدي ناكل من الوجبة الرئيسية هناكل منها قليل جدا. لان مجرد ما الواحد يبتدي وجبة نحسب عليهم 20 دقيقة، الجسم على طول تلقائي بيبعت إشارة بالشبع. فده لو اتبعناه بإذن الله هنلاقي موضوع الخسسان بقى أسهل كتير، لأن احنا هنوفر سعرات كتير. ونراعي جدا إن احنا ما نسرعش في أكلنا، ناكل على مهلنا عشان يلحقوا ال 20 دقيقة دول يعدوا. دي كانت نصيحتي ليكم النهارده.